ايهاب هيسال برضه حضرتك. كابتن زاك ازاي حضرتك؟ انا ايهاب اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كان ايه راي حضرتك في طبعا مش هقول على اداء منتخبنا، لكن انا عايز اعرف اختيار حضرتك في الاربع حراس في البدايه او الثلاث حراس بعد الشناوي في بدايه البطوله، وشايف ان في ازمه هتواجه منتخب مصر في الفتره اللي جايه بعد اصابه الشناوي في حراسه المرمى؟ ايهاب انت لو متابعني انا بقالي اكتر من ساعه ما مشيت من منتخب مصر وانا بقول يا جماعه احنا عندنا مشكله في حراسه المرمى، عندنا مشكله في حراسه المرمى بقالنا كتير، ما فيش حارس هيطلع يلعب في الخمس دوريات الكبرى. احنا عندنا عمرنا مع حارس مرمى من تاريخ مصر، عصام الحضري كان خد احسن حارس في افريقيا في 2006 و8 او 10 وما راحش احترف. في مشكله عندنا، في مشكله في حراسه المرمى. طبعا هنقابل مشكله والمشكله موجوده، وللاسف بعض حراس المرمى يطلع يقول لك لا ده احنا عندنا 10 ويطلع يعدي الاسماء. 10 محليين، انت بتدور على مستوى محلي، احنا بندور على منتخب على مستوى دولي. فطبعا في مشكله، طبعا في مشكله، مشكله كبيره. طيب انا عايز قبل ما نسيب حضرتك، معلش يا كابتن زكي، عشان احنا ما لحقناش نتكلم عليها مع يعني مدرب حراس مرمى، هل في اسلوب في ضربات الجزاء ان انا نط كله يمين ده موجود؟ بعض الحراس مش كتير، بس بعض الحراس هو بياخد اللي زي بياخد اللي لك انا واحد من الخمسه يحطها على اليمين، فانا اقصدها للاسف هو راح اليمين، راح اليمين الواحده الوحيده اللي جت ايده وقف في النص، ما راحش على اليمين. هو كان راح على اليمين اتاخر في النقطه، اتاخر في انه يروح على اليمين، يا ريت كان راح على اليمين كان صدها. فهي بتبقى توفيق، بس ما نجيبش، مش عايزين مش نحمل ابو جبل، ما بقولش طبعا هو تفكيره والمدرب بتاعه قال له هو عمل الله اعلم ايز، بس ما في برضه مصطفى محمد ضيع، مش عايزين، مش لعيب. هي من اول الدوره هل احنا نستحق نوصل لدور 16؟ احنا قلنا كلنا لا. فطبعا فشيء طبيعي، مش هي، مش عايزين نحمل على حد طبعاً. معين احنا بس بنسال، لان احنا برضو دي انا بضم صوتي لصوت كابتن اسلام على هل دور مدرب حراس المرمى انه بيقول بيذاكر الفريق اللي قدامه مين بيشوف طبعاً مين وشو طبعا لازم شمال. طبعا لازم طبعا طبعا لازم. وبعدين ما ننساش برضو ان حراس المرمى ان الفرقه الثانيه برضو بيذاكروا فرقتنا طبعا طبعا، يعني هم اكيد شافوا الدوره اللي كمان فاتت. كابتن زكي بعد اذنك، كمان بيعتقد بيبقى دور كمان محلل الاداء في حوار في قصه ضربات الجزاء طبعًا. محلل الاداء بيبقى ليه دور مهم جدا، وبنكتب طبعا لازم يجيب اخر الضربات، لازم يقعد مع حارس المرمى ومدرب الحراس ويقعد ويشوف اخر 20 ضربه جزاء اتشطت على ويتفرج عليهم مره واثنين وثلاثه وعشرة. مظبوط، ده بطوله، ده صده واحده بتوصلك في حته تانية طبعا، بتدخلك بطوله. انا طبعًا بشكرك طبعا معاك كابتن زكي، بشكرك طبعا على وجودك معانا، وان شاء الله كمان يعني باذن الله نحتاج حضرتك تاني في البطوله باذن الله.